بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله هنبدأ مع بعض الدرس الثالث من دروس تعليم الكورشيه للمبتدئين، وهو إزاي نعمل غرزة العمود، وإن شاء الله هنتعلمها مع بعض بكل سهولة. كنا اشتغلنا الدرس الثاني اللي هو إزاي نعمل سلسلة، وإن شاء الله هسيب لكم لينك الفيديو في صندوق الوصف. يلا نشوف هنبدأ مع بعض إزاي. زي ما احنا عرفنا الفيديو اللي فات هنعمل غرزة سلسلة عادية. انا هعمل حوالي 12 غرزة سلسلة. الخيط اللي انا مستخدماه خيط صوف، تمام، مش غالي خالص، البكرة بحوالي 15 جنيه، وفي منها انواع ب 20 25 توصل لغاية 30 35 زي ما انتي عايزة وعلى حسب الميزانية بتاعتك. خلاص كده قربت تقريبا اخلص اهي ال 12، حوالي 12 غرزه. هبدا بقى اعمل بعد ال 12 غرزه همسك بايديا كده واعمل حوالي 3 غرز، دي للارتفاع بتاعي اللي انا هرتفع بيه. هلف الابره على الفاضي حوالين الخيط، وبعد كده اروح مدخلاها في اول غرزه بعد اللي هو الارتفاع بتاعي، وبعد كده الف الخيط واطلع بيه تاني. يبقى انا كده عندي على الخيط على الابره 3 غرزات، تمام. بعد كده اروح واخداها لفاها لفه وطلع بيها، فهيبقى عندي غرزه واحده بس على الابره. هنعملها تاني اهو، دي لفيناها اول لفه، وبعد كده اروح مدخلاها في الغرزه، وبعد كده طلع بيها، دي عندي 3 غرز، والفها لفه كمان واطلع بيها يبقى عندي 2. خلاص بعد كده لفه يبقى عندي 1، وهكذا، ونكررها تاني بنفس الطريقه. هداني ماشية كده بنفس الطريقة، كل غرزة السلسلة اعمل فيها عمود بلفة لغاية ما اخلص عندي ال 12 غرزة كلهم. ادي الشكل النهائي بتاع اول صف عندي. يلا بقى نكمل نشوف هنعمل الصف التاني ازاي. هكمل بقى بعد الصف الاولاني ده، اعمل نفس الطريقة، ارتفاع 3 غرز، وبعد كده هلف الابرة على الفاضي اهيا، واروح داخلة بيها في اول غرزة السلسلة، تمام، واروح لفه الخيط وطلع بيها يبقى عندي 3 غرز، واروح لفه كمان على الفاضي يبقى عندي غرزتين، وبعد كده غرزه على الابره، وهكذا، واكرر لغايه ما اخلص الصف كله. غرزه العمود بلفه من اسهل الغرز وسهله جدا. ممكن انا لغايه كده اعمل اكمل الارتفاع واطول، يعني اعمل مثلا 10 صفوف 12 صف 20 على حسب الخيط اللي عندي وعلى حسب الطول، واعمل بيها كوفيه. بس كده يا حبايبي، ده الشكل النهائي عندي، صفين العمود بلفة. اتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية كتير. في امان الله.